اسمي غادة محسن محمود، عندي 32 سنة، خريجة لسانس حقوق جامعة القاهرة، معايا 3 أولاد، رودينا وياسين وليالي. الأول كنت عاملة موضوع الأكل البيتي في البيت عندي، حد ما جي في يوم عملت طاجن ورق عنب باللحمة، والطاجن ورق العنب ده أنا حطيته على البيج عندي، والطاجن بدأ يبقى ترند. لقيت تاني يوم كذا حد بيكلمني، الطاجن ده تبعك ولا مش انت اللي عاملاه؟ قول أنا اللي عاملاه. فالحمد لله ربنا كرمني، بدأت تيجي لي اوردرات كتير قوي من ناس معروفة زي لوقات، كذا حد عمل معايا موضوع اسمه اشتراك شهري، ده عبارة عن ناس بتكلمني في الشهر باخد منهم مبلغ معين، كل يوم ببعت لهم أكل في الميعاد اللي هم عايزينه. ناس كتير قوي معهم أطفال، وفي شباب قاعدين من غير أهليهم أو ده كله. فالموضوع بدأ من هنا، الموضوع بدأ يكبر. كانت الشقة عندي إن هي بدأت تبقى صغيرة قوي على الموضوع، لأن الموضوع بدأ يبقى متعب، بدأ بيتجيب حد من صحابي معايا. شفت شقة في نفس العمارة عندي، وبدأت أنا أجيب صحابي، ناس كتير قوي كانت قاعدة من غير شغل، بدأت أن أنا أكلمهم، وبدأنا أن إحنا نجمع كلنا مع بعض. يعني المشروع ده مش لوحدي، مش بتاعي يعني، والنجاح مش ليا. لو انا هنسب نجاح، هنسب نجاح للناس اللي معايا قبل ما نسيبه لنفسي. بس خدنا بقى شقه انا وصحابي، اللي جابت ترابيزه واللي جابت تلاجه واللي جابت ديب فريزر، وبدانا نجمع بعضينا ونفتح المشروع ده، وبدانا نعمل اعلانات ونصور اكلنا، بدانا نعمل حاجات جديده مش عند حد، زي ما عملنا الجمبري بالكنافه، عملنا الكايزر بالالوان للاطفال، عملنا ديك رومي محشي ورق عنب، عملنا كفته وبتنجان، يعني عملنا كفته وحشيناها بتنجان. بدانا نعمل افكار جديده وحاجات جديده، وفي نفس الوقت من البيت. اللي بياخد مننا مطمن ده اكل بيتي مش اكل في الشارع، مطمن ستات بيوت معاهم اولاد هم اللي بيعملوا الموضوع ده، فاكيد انا بعمله ومعايا اولاد، فابقى خايفه على كل حاجه بياكلوها. فالناس بدات تطمن من حاجه زي كده. العين بتاكل قبل البق، فاحنا كنا حابين ان حاجه تلفت النظر، زي الرز البسمتي بالالوان، الالوان دي كلها في البيت، ما فيش الوان اي الوان صناعيه. الطواجن بقينا نعملها الوان، الكايزر والفينو بقينا نعمله الوان، بقينا ندخل حاجات عشان الاولاد تحبها، زي ده عند حضرتك دي مقلوبه فراخ بالرز بالبتنجان، الوان هتلفت اي نظر اي طفل ان هو يبدا ياكل منها. اطفالي المفروض بيصحوا الساعه 6 يروحوا المدرسه، بصحيهم وارجع انام تاني، اصحى الساعه 8، نبدا من 8:30 نبدا نشتغل، نفضل شغالين لحد اولادي ما بتيجي بيتغدوا، لان انا في نفس السكن، بخليهم يتغدوا، لو اقعد معاهم مذاكره ممكن ساعه او ساعتين في اليوم، لان الحمد لله اطفالي برده كبيره ان هم بيعتمدوا على نفسهم، وممكن بنخلص شغلنا من 9 ل 11 وقت حسب ضغط الشغل. جوزي طبعا مشجعني جدا على الموضوع وفرحان بيا ان انا انجح، فرحان اني بلاقي حاجه جديده انا بعملها، واولادي برده معايا، اهلي طبعا ليهم نصيب كبير قوي في اللي انا فيه، واقفين معايا وبيشجعوني. اي حاجه انا باثر فيها مع اولادي الصراحه بلاقي جوزي بيقف، يعني ساعات كتير قوي ببقى تعبانه جدا مش قادره اقوم اروح مدرسه، بيصحيهم ويلبسهم ويخليهم يروحوا المدرسه، هو برده معايا ايده بايد يعوض الجزء اللي انا باثر فيه. فطول ما اي بيت فيه اتنين ناجحين وفي ايديهم ايدين بعض، اكيد البيت ده هينجح. انتقادات كتير قوي جات لي ان انت ليه ما تشتغليش بشهادتك، ليه ما تفتحيش مكتب، ليه تنزليش بالشهاده بتاعتك. انا حابه ده، حابه شغلي ده، حابه الاكل، حابه ابدع في حاجه انا حباها، حابه الناس اللي انا وسطيهم، الناس اللي معايا في الشغل هم محببين المكان اكتر. كلنا يعني احنا فريق، كلنا مع بعض، ما فيش حد فينا رئيس على التاني، كلنا مع بعضينا، ما حدش فينا يزعل من التاني، كلنا بنمسك ايد بعض ان احنا نقوم ببعض. لكن مش كل حد يعني مثلا ده مدير، او ده مثلا مسؤول عن مشويات، ده مسؤول عن مخبوزات، مفيش الكلام ده، كلنا مع بعضينا. اللي بتشوف حاجه غلط بتقولها للتانيه، لان احنا هدفنا كله ان احنا يبقى مقدمين حاجه كويسه، حاجه الناس تحبها. يعني انا بنصح اي ست في البيت وعايزه تعملي حاجه ما توقفيش، حاولي مره واثنين وثلاثه، حاولي تعملي حاجه جديده تلفت نظر الناس، حاجه تبقي انت حباها، حاجه انت بتدعي فيها. مش معنى ان انت معاكي شهاده وممكن في ظروف بيتك او اولادك ما تعرفيش تشتغلي تقولي انا هقعد، لا. يعني كافحي وشوفي حاجه انت حباها وابداي امشي فيها واشتغلي فيها، اكيد ربنا هيكرمك. طموحي ان ربنا يكرمني، المشروع يكبر اكتر ويبقى معايا ناس اكتر من كده. طموحي ان انا ناس كتير قوي اللي بقى الاكل بالنسبه لها مشكله، اذا كان شباب او اذا كان رباط بيوت او ناس بتشتغل، انا اقدر اوفر لها ده ان انا اديها حاجه نظيفه واديها اكل هي واثقه هو خارج منين. ان ربنا يكرمني ومشروعي يكبر اكبر واكبر ان شاء الله.